أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج من وإلى العراق. عنوان هذه الحلقة: الإرهاب في العراق. فمنذ حزيران الماضي أتت آفة جديدة على العراق اسمها داعش. أتت هذه الآفة على الأخضر واليابس كما يقال، فقد قام هذا التنظيم الإرهابي بقتل وتهجير وهدم وحرق كل ما هو جميل في هذا البلد، بدءا من الموصلة حتى توسع إلى محافظات أخرى ودول أخرى، حيث قام بقتل العديد من المواطنين وهدم الكنائس والمساجد وحتى المتاحف. من جانب آخر، هناك إرهاب على شكل آخر، وهي الميليشيات المجهولة التي تقوم بالقتل والخطف والسرقة تحت مرأى ومسمع الحكومة. للحديث عن موضوع الإرهاب في العراق من قبل داعش وغيرها من الميليشيات، مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ نبيل رماية، رئيس اتحاد الديمقراطي العراقي. أهلا بك أستاذ. أهلا بكم، شكرا للدعوة. شكرا لك أستاذ. عندما نتكلم عن الإرهاب وعندما نتكلم عن داعش، كنا في البداية نقول أن داعش كانت بضع مئات دخلت إلى الموصل، أما الآن فضربات التحالف تقول ضربنا المنطقة الفلانية وقتلنا الآلاف. طيب كيف وصلوا إلى هذا العدد؟ طبعا ما كبداية لك، كأي منظمة إرهابية أو كأي تجمع أو أي حزب سياسي أو أي أيديولوجية، نعم، تبدأ بعدد قليل وبعدين هاي الأيديولوجية تتوسع وتقوم تكسب مشجعين ومناصرين وأعضاء، وهذا اللي حدث. اللي يحدث بالعراق طبعا هو ليست فقط داعش وكم عدد داعش وكم ألف أو كم مئة، الإشكال هو في النظام القائم في العراق اللي يعتمد على المحاصصة الطائفية، اللي يعتمد على الارتياحات الحزبية والارتياحات الشخصية، وبنى فساد وبنى مؤسسة عسكرية سيئة جدا في السنوات الثمانية والعشرة السابقة. هاي المؤسسة العسكرية هي اللي تمتد وتأخذ قوتها من المؤسسة السياسية، فلما المؤسسة السياسية كانت مؤسسة تعتمد على المحاصصة والارتياحات الحزبية وتعتمد على بناء جيش من لون واحد، يعني الفساد يلعب دور كبير في هذه التعيينات وهذه البناء لهذا الجيش. النتائج كانت هذه اللي الكثير من العراقيين نبهوا لها من سنوات طويلة، إنه إذا إحنا رح نستمر في هذه المحاصصة الطائفية والأثنية، وإذا استمرينا بهذا النمط من الحكم بالعراق بخلافات بين القوى الأساسية الثلاثة المكونة للشعب العراقي، هذا اللي حننتهي به. فداعش لما دخلت ببضعة مئات مثل ما تفضلتي، بس الحالة اللي كانت موجودة بها العراق في ذاك الوقت، الحالة السيئة اللي أوصلتنا إلى الحكومة السابقة حكومة المالكي، اللي وصلنا إلى هذا الجو. فإحنا بصراحة مو مستغربين من ما جرى في الموصل، مستغربين صحيح بهذا العنف وهذا الإرهاب السيء وهذا المأساة، بس كان العراقيين متوقعين ليحدث كذا، وهاي الشغلة صارت قبل. يعني هي الداعش ما كانت هي نهاية المطاف وليس بدايته، كان هناك مؤشرات كثيرة إنه راح تجي المنظمات الإرهابية والعراق سيصل إلى هذه الحالة، بس الأذان لم تكن صاغية لهذه التحاذير والأصوات اللي قالت إنه نحن العراق ينحدر إلى بحر سيء، فانتبهوا يا رجال الحكومة. لم يجر الانتباه، وهذا اللي ندفع الثمن اليوم. العراق يمر بحالة كلش سيئة من الانقسام الطائفي والمذهبي والقومي. اليوم العراق يدفع ثمن الانقسامات بين المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي، والمكونات الأخرى الصغيرة تدفع ثمنا عشرات المرات لما يجري بالعراق من تصرفات هؤلاء الثلاثة. لا نرى حلا سريعا لما يجري اليوم بالعراق لداعش وغير داعش، متح تستمر. لكن أستاذ نبيل، هل ما زال الاتهام اليوم نلقيه على الحواضن كما كنا نقول، أم الحكومة اليوم هي المسؤولة؟ والله الاثنين الحواضن موجودة. يعني نحن
الإشكال في داعش، هناك كثير من المقولات تتساءل لماذا لا يدافع المكون السني عن المناطق السنية بوجود منظمة إرهابية سيئة بهذا الشكل بكل الأعراف الدولية. نعم. لماذا لا يثير يعني يقوم المكون السني بثورة ضد هذول الناس؟ لكن اليوم الأنبار تناشد تريد السلاح لكي تحارب داعش، ولا يوجد حل سريع لهذا الموضوع. ما هي هاي اللي جعلها هي القضية، قضية فقدان الثقة بين المكونات الأساسية العراقية. لا يوجد اليوم ثقة بين المكون الشيعي والمكون الصيني. الأحزاب السياسية اللي تدعي تمثيل هذه المكونات هي غير صالحة لتمثيل هذه المكونات. المكونات تمثلها أحزاب إسلامية سياسية ولا تمثل الشريحة الكبيرة، تمثل مصالحها الحزبية الخاصة، وهذه المصالح الحزبية الخاصة والصراعات اللي خلقت بين المكونات الشيعية والسنية هي ليس بين شيعي وسني، وإنما هي بين أحزاب سياسية شيعية وأحزاب سياسية سنية إلها جندة وإلها أفكار معينة رادت تفرضها على هذه المكونات. الثقة معدومة. لماذا لا يثور السنة؟ لأنه البديل، ما هو البديل؟ في أفكارهم، في المكون السني السياسي يقول إذا تخلصنا من داعش من لح يأتي؟ لح يأتي الميليشيات الشيعية. وهذا الإشكال، انعدام الثقة بين هذه المكونات، هو لب المشكلة في العراق. اليوم لا نسمع تصريحات من رجال دين سنة يدينوا الإرهاب وداعش، في نفس الوقت هناك تصريحات كثيرة من الجانب الشيعي لإدانة الإرهاب. والحال ما هو الحال؟ الحل أزمة، والحل هو نفس اللي حيخلق أزمة. الحل هو دخول الأكراد لتحرير الموصل، أو دخول العراقيين، الجيش العراقي والحشد الشعبي اللي هو مكون 90% يجوز أو أكثر منه هو من لون واحد. فأين الحل؟ هل هو الحل أنه تدخل مكونات غريبة عن المنطقة لتحرير ذيك المنطقة؟ أنا أعتقد إذا دخل هذا الشيء، أول الناس اللي حيدافعوا عن مناطقهم هم السنة الموجودين في تلك المناطق ضد الخوارج أو الناس البرة. نعم. طيب، رأينا ما حصل في ناحية البغدادي من عمليات كروفر ما بين القوات الحكومية وما بين داعش. طيب، لماذا الحكومة لم تقم بدورها قبل أن تحاصر البغدادي وقبل أن يحاصر أهالي البغدادي؟ أين هي الحكومة من كل هذا؟ ما هو هذا اللي تحدثنا عليه وانت تفضلت في البداية. الإشكال هو في تشكيل الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية. القوات المسلحة العراقية لم تبنى على المواطنة والدفاع عن الوطن، بنيت على أسس طائفية ومحاصصاتية. والإشكال اللي زاد الطين بلة كان حكومة المالك اللي استغلت هؤلاء الأشخاص والعساكر والجنود لمصالح شخصية، فالجيش شكل بشكل طائفي ومذهبي يملأه الفساد. فلما صارت الأزمة مع داعش لم يكن هناك جيش حقيقي يدافع عن الأرض، وإنما كانت فساد وهروب وانسحابات واللي حدث. فاليوم لا يزال الجيش العراقي غير مكتمل، لا يزال الجيش العراقي غير مكتمل عسكريا حتى يمسك الأرض ويقدر يدافع، وغير مؤهل طائفيا. للدفاع عن العراق. هناك اتهامات عديدة للحشد الشعبي بارتكاب العديد من الجرائم، مثل ما حصل في ديالة والرمادي وسامراء بقتل العديد من المدنيين الأبرياء. طيب، لماذا لم يتم التحقيق في هذه الحوادث التي حصلت؟ طيب، احنا ننظر على، نريد نخلي مثل ما يقولون بالانجليزي باندت اون جان ووند، يعني نريد نخلي غطى صغير على جرح كبير. الإشكال هو ليس في ما يقوم به الحشد الشعبي، الإشكال هو في فعل ورد فعل. اللي صار لما حدث أخذ داعش المناطق في الموصل والمناطق وجزاء كبيرة من العراق وبدأ يقتل الشيعة بشكل خاص بشكل متميز، رد الفعل كان من المرجعية السستاني، إنه دافعوا عن أرضكم، دافعوا لأنه في الأيام الأولى بصراحة كانت بغداد مهددة وأربيل مهددة، يعني بدون التدخل الأمريكي السريع اللي بضرباته ممكن نتكلم عليه بعدين، بضرباته المحدودة السريعة
كان ممكن أجزاء كبيرة من بغداد تروح. فرد الفعل اللي صار هو أنه أنت تقتلني فأنا أقتلك. That's what happened. أنه إحنا في المرجع السيستاني قام بالفتوى اللي سماها في وقتها يعني الدفاع عن أرضكم يعني. فدخل بها الآلاف. فالحشد الشعبي اليوم هو وقف كثير من 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 الهجمه يعني كان جزء من 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 ايقاف الهجمه الداعشيه على بغداد بالقليل يعني بس اجى مع اشكالات دخلت في كثير من العصابات دخلت في كثير من الميليشيات اللي لها تاريخ سابق سيء في العراق تابعه للصدر وتابعه للبدر وتابعه للمؤسسات الاخرى اللي هم حتى ان ذول المؤسسات كانوا مخلين حذورات عليها على تلك بس دخلت فاليوم صار الحشد الشعبي لون واحد والأسوأ من اليوم اكو صراع على قياداته بين المالكي والصدريين والبدريين. اليوم المالكي يريد يرجع مرة ثانية بقوة بقيادة الحشد الشعبي لحتى يكون عنده سلاح أو جانب عسكري يقدر يفرض به آراء سياسية يعني. فما جرى اليوم من قتل وهي ردود فعل يعني لما يأتي داعشي ويقتل أبناء الشيعة الشيعة يذهبون ويقتلون كذا هو هذا مو الإشكال. إحنا لا نضيع في هذه الصغيرات في 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 الإشكالات الموجودة يعني هذا الجعجعة اللي صارت من وراء قتل الشيخ أنا أعتقد كانت جعجعة كبيرة يعني ما تستوجب انسحاب الشريحة السنية من الحكومة العراقية يعني لكن حصلت عملية اغتيال الشيخ قاسم الجنابي بطريقة في وسط بغداد وفي على مرأى ومسمع الحكومة العراقية. طيب كيف تستطيع مثل هكذا ميليشيات التصرف في بغداد؟ ما هو هذا يعني هو الاغتيالات بالآلاف يختال الشعب العراقي من كل ألوانه يعني لماذا الوقفة لهذا الشيخ والانسحاب من الحكومة؟ أنا لست مبررا لقتله أي, 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 أي شخص يقتل بالعراق هو جريمة كبيرة وبالرغم من عدم الثبوت بس أصابع تشير أنه الميليشيات الشيعية هي اللي قتلت الشيخ بس الإشكال هل هو الحل هذا؟ هل نحن سنعود مرة ثانية إلى 8 سنوات الماضية التي كان نص الوقت الحكومة منسحبة منها أجزاء وإلى آخره؟ نحن اليوم نريد أن نبني العراق وندافع عن العراق. اليوم في هجمة إرهابية على العراق المفروض كل الملفات الأخرى تخفف للدفاع عن العراق من قبل الهجمة الإرهابية اللي تشنها داعش مدعومة من دول الجوار ومدعومة من الخارج وإلى آخره. مثل ما تفضلتي اليوم آلاف المتطوعين يذهبون إلى سوريا وتركيا للدخول والتبرع والتطوع مع داعش وهؤلاء الآلاف يأتون من أوروبا ويأتون من أمريكا ويأتون من أستراليا. نحن يجب أن نوقف هذا المد الإرهابي الذي يمتد بشكل واسع في العراق وسوريا. كيف يمكن الأخرين أن نوقف هذه النقطة؟ والعسكريا مطلوب يعني بس هو هذا مو الحل يعني الحل العسكري لن يحل المشكلة. لكن هل نحن جاهزون من الناحية العسكرية؟ نحن غير جاهزون بس حتى لو نحن جاهزون الحل لن يكون عسكريا فقط. الحل ممكن يرجع قسم من الأراضي. الحل هو بإنهاء نمط المحاصصة الطائفية في الدولة العراقية. الحل واضح وكل الناس تعرف به وكل الناس لما تتكلم على التلفزيونات والإعلام يتحدثون بمذهب غير طائفي. نحن ضد الطائفية ونحن نريد شعب عراقي ونحن نريد المواطنة العراقية كلها أكاذيب. الصحيح هو بالفعل يعني يجب أن نبني مصالحة وطنية بالعراق. يجب أن نبني نظام يبتعد عن الطائفية يبتعد عن المحاصصة يبتعد عن التقسيمات يرجع للمواطنة يرجع للعراقيين. هذا الحل يعني الحد الأصلح للمستقبل. أما اليوم عسكريا نعم لا يعني علينا أن نوقف داعش ونسترجع الأراضي بس حتى لو يتكلمون عن أشهر أنا أعتقد سنوات يتكلمون عن أشهر بإخراج داعش من الموصل بس نفرض داعش أخرجناها من الموصل الحل الإشكال العقدة لا تزال موجودة. كيف نرضي الشريحة السنية الموجودة في الموصل وفي الأنبار وفي المناطق الأخرى بأنه هي شريحة عراقية وإلها نفس الحقوق اللي في العراق ونفس الواجبات في العراق؟ كيف نرضي الأكراد
إنه يعني لكم أراضيكم ولنا أراضينا، يعني التوسع الكردي على حساب الأراضي العراقية أيضا غير مقبول. كيف نرضي ونحل المشكلة؟ وكيف نقنع الشيعة إنه هذا بلدكم واعملوا مع الآخرين، وأنتم ما لم تورثوا هذا البلد من 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 صدام حتى 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 تحكموا بالشكل الذي ترغبون به بدون إعطاء الحق للمكونات الأخرى؟ المشكلة نفهمها، وكل العراقيين لما تتحدثين معهم من صغيرهم إلى كبيرهم يفهمها هذه القضية. أنا لا أتحدث بشكل جاي من القمر ودا أحكي. This is the reality. لكن الإشكالات هي قضية انعدام الثقة بين الناس، انعدام الإصرار على المذهبية، إصرار على الإسلام السياسي، إصرار على الرأي الحزبي اللي دا يدمرنا بشكل أو بآخر. والعراق دا يتدمر، يعني وشفنا قبل يومين ثلاثة الحضارة العراقية دمرت في الموصل والحبل على الجرار. نعم. طيب أنت أشرت أستاذ نبيل إلى موضوع عدم قبول من الجانب السني بدخول الحشد الشعبي، وهذا صحيح. فيقولون الأنبار والأكراد أنهم لا يريدون الحشد الشعبي بالدخول إلى مناطقهم لأن إيران تشاطرهم الجرائم التي حصلت في بعض المناطق، كيف تعلق؟ هذا صحيح، الدور الإيراني في العراق دور سيء، يعني إيران تلعب دور سيء في السيطرة على المناطق الشيعية في العراق. ولكن للتاريخ واحد أيضا يقول إنه بدون المساعدة الإيرانية كان ممكن داعش توسع بشكل أكثر. بس هذا الموجود، هذا الكلام اللي يعني نتحدث عنه، قضية انعدام الثقة، هذا الكلام قلناه قبل دقائق، انعدام الثقة. كيف تقنعين إن المكون السني في الأنبار وفي الموصل وفي نينوى في المكان إنه ممكن الحشد الشعبي يكون مساعد لكم وليس ضدكم؟ بس الإشكال الموجود، الواقع غير هذا. الواقع أنا عندي عدو في داخلي بس من لوني، وعدو في وصديق خارجي بس من غير لوني. فأين هو، أين الثقة؟ هل أثق بهذا أم ذاك؟ داعش أثبتت خرابها ومأساتها ووحشيتها. مع ذلك لا يزال المكون السني لا يثق بالجانب الآخر. لنصور إذا أخرجنا داعش ممكن الجانب الآخر راح يقوم بنفس المأساة اللي صارت. وفي وقت المالكي كان أكو يعني إشكالات كبيرة في المناطق السنية تحت رعاية المالكي. نحن الآن نتكلم عن الأخطاء التي حصلت من قبل الحشد الشعبي، ولا نتكلم أن الحشد الشعبي هو كميليشيات سيئة لها إنجازات في العراق، لكن نتكلم عن الأخطاء التي حصلت في بعض المحافظات. طيب لماذا السيد مسعود البرزاني رفض دخول الحشد الشعبي إلى كردستان أو حتى على خطوط التماس؟ تصريحات متضاربة، بس الموجود نفس الكلام اللي نتكلم عنه، نفس انعدام الثقة. يعني انعدام الثقة اليوم الأكراد والبيشمركة عندهم أجندة، الوحيدين هم اليوم اللي عندهم إمكانية إيقاف داعش إلى حد أو بآخر، بس لا تزال عندهم أجندات. يعني إحنا الأجندة مع المناطق المتنازع عليها هي إشكالات كردية عربية يعني. فالأكراد يقدمون ضحايا والبشمركة يقفون ضد سحب داعش، يطالبون بثمن. الثمن هو المناطق المتنازع عليها اللي لم تحل بالدستور العراقي ولم تحل من 12 سنة، مو لح تطرح حلها سياسيا بهذا الشكل أو بآخر. وهذا تكلمنا في البداية إنه النزاعات الإقليمية الطائفية والمذهبية والقومية هي سبب بلائنا. لا أحد يثق بأحد ولا أحد يريد العمل مع الآخرين، وتعلق الملابس على شماعات ما لها علاقة بالموضوع. يعني اليوم نتكلم إحنا على المصالحة الوطنية، ولا نتكلم على المصالحة الوطنية بمؤتمر يطلع واحد يقول لك أنا أقعد مصالحة وأحبك وتحبني. This is not the، يعني نتكلم عن مصالحة وطنية شبيهة بما حدث في ساوث أفريكا ويا مانديلا. نتكلم عن مصالحة وطنية حقيقية ببرنامج، نتكلم عن
عن برنامج وطني مدني ديمقراطي يحل الإشكاليات، نتكلم عن جلوس الأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية والمشاركين في العملية السياسية ككل في مكان واحد، ويتحدثوا عن مستقبل العراق ولا يتحدثوا عن مستقبل أحزابهم، يتحدثوا عن مستقبل العراق، عن المواطن العراقي، عن الإنسان العراقي، لحتى نصل إلى الحل. مثل ما قلنا في البداية، الحل العسكري ممكن يكون مساعد، بس الحل المدني لم نبدأ فيه بعد. لكن هل تعتقد أن هذا التخوف يأتي تخوف من الحشد الشعبي أن يأخذ كركوك من أيدي الأكراد؟ أكيد، يعني أكيد هو الكل خايفين من واحد واحد. يعني نتحدث عن المصالح، نتحدث عن على الجيش، الحرس الوطني. نعم، الحرس الوطني في تخوف كبير من الجانب، المؤسسات الإعلام الإسلامية الشيعية، من قضية الحرس الوطني. الحرس الوطني يشكل في محافظات. نعم، فالخوف إنه يشكل في محافظة سنية الحرس الوطني للدفاع عن تلك المحافظة، وشنو الجارنتي إنه ما لح يعبر على المحافظة الثانية. عدم الثقة المأساوية اللي بين الأطراف مخيفة ومدمرة. نعم. نتحدث عن التجنيد الإجباري لحل الإشكال. التجنيد الإجباري في هذا الوقت، من سيجند ومن سيحكم؟ احنا نطالب بشكل عام انه الحرس الوطني والحشد الشعبي يصير، يعني يكون تحت رعاية الحكومة العراقية. الحكومة العراقية المنتخبة، البرلمان العراقي بكل إشكالات، بكل ألوانه و مشاكله. نحن نريد هالجانبين يكونوا تحت الرعاية العراقية. الإشكال الموجود اليوم لا أحد يرضى، لا الحشد الشعبي يرضى أن يكون تحت الحكومة العراقية، ولا الحرس الوطني يريد أن يكون تحت الحكومة العراقية. أين الحل إذن؟ إذا هذول الشريحتين لم يكونوا تحت الحكومة العراقية وسيطرت الحكومة العراقية بكل أشكالها، ما هو الحل؟ طيب من برأيك هم الأخطر؟ هل هم داعش أم الميليشيات المجهولة؟ والله داعش أخطر. يعني اليوم هي للأسف نقارن اليوم بهذا الشكل، يعني هذا يعني للأسف داعش منظمة إرهابية لا لها علاقة بالإنسان، ليس لها علاقة بالمفهوم الإنساني. منظمة حتى إرهابية كثيرة عليها، منظمة رعاع ومجرمين يقتلون كل واحد لا يتفقون معه. يعني ما جرى في تهديم التراث الإنساني العراقي في الموصل، يعني هاي مأساة، يعني مأساة، يعني ما ممكن العديد واحد من المخطوطات أيضا، مخطوطات وحرق الكتب في الموصل. يعني أنا لا أفهم، يطلع أحدهم هو هذا كان دا يحطم في التماثيل بين قوسين الأصلام يسموها، يقول إنه هؤلاء الآشوريين وال ما أدري منه كانوا لا يعبدون الله وكانوا يعبدون الأصنام. إيه طيب، هؤلاء الناس جاءوا قبلكم بخمسة آلاف سنة، أين الله في ذاك الوقت؟ هل أنتم كنتم مبشرين لهم ورفضوا؟ لماذا لا حطموا أصنامكم اللي أنتم جئتم فيها من 1400 سنة؟ تحاسبون ناس جاءوا قبلكم بآلاف السنين إنه لا يعبدون الله؟ يعني this is شيء غريب، يعني شيء غريب وعجيب ومأساة. يعني كنا نشوف الفيديو اللي طلعوه اللي نعرف طبعا we don't know even شو وقت تحطمت هاي يعني هذا المأساة. يعني الفيديو يعني يأخذ الكثير من إنسانيتنا. يعني كنا نبكي، احنا بكينا لما دخل 2003، بكينا على المكتبة العراقية في بغداد لما انحرقت، بكينا وبكينا. بعدين لما انقتلوا بدأوا يقتلون يعني الناس اللي يعملوا مع العراق مثل الأمم المتحدة وآخرين، وبكينا وصورنا جموعنا دف، يعني دموعنا جفت ولم يبقى، بس بكينا مرة ثانية لما تحطمت الحضارة العراقية والتاريخ الإنساني العراقي.
فما هو مجال المقارنة؟ داعش لا تقارن بأي شيء. لكن ما أنا ممكن تعتقد تقارن بحشد شعبي أن هناك خطر من هذه الميليشيات أنها تتجول في بغداد، ولا أحد يعرف أنهم ممكن أن يكونوا مدنيين عاديين وبعض الدقائق أصبحوا ميليشيات ويقتلون في المدنيين؟ هذا صحيح، وتكلمنا الكثير عن هذا الموضوع. قضية الميليشيات موضوع لازم يحل، يعني يجب حله بإخضاعهم للحكومة العراقية الشرعية، لإخضاعهم للجيش، بس لا يزال الإشكال هو لن يحل. نفرض غدا سحبت الميليشيات الموجودة وعصا سحرية كل الميليشيات انسحبت والحشد الشعبي اختفى، هل هو هذا الحل؟ كيف يكون الحل؟ كيف تم إنشاء هذه الميليشيات وهي أصلا مخالفة للدستور؟ صحيح عزيزتي، بس هذا القضية صارت بسبب نرجع مرة ثانية الإرهاب الأكبر، مو الإرهاب الأكبر، المحاصصات الطائفية، عدم الثقة الموجودة بين المؤسسات. يعني الصحوات لما شكلت بال 2006 و 2007 الصحوات كانت يعني فد حل كبير للإشكال الموجود كان العراق والصراع العراقي. لما كبروا وصاروا أقوياء وأنهوا الإرهاب أو الصراع الموجود كان في ذاك الوقت، سيطر على المناطق السنية، المالك لم يثق بهم. كان المفروض الفكرة الأمريكية أنه الصحوات تعود إلى الجيش العراقي وصرف رواتب وإلى آخره. المالكي لم يثق بهذه القضية وسرحهم بدون رواتب إلى آخره. فيعني الفرصة كانت موجودة. مو سبب، ما هو السبب؟ نرجع مرة ثانية، السبب بقضية المحاصصة الطائفية، السبب بقضية الخلافات الحزبية، السبب بعدم التركيز على المواطنة، السبب هو الأحزاب السياسية الإسلامية اللي تقود العراق إلى لا ندري إلى أين. يعني هي مو عناوين، يعني احنا لا نكررها كعناوين، بس هي هذه في لب المشكلة، في قلب المشكلة. يعني احنا لما نقول صراع طائفي وصراع محاصصاتي، هذا ليس فقط شيء احنا نقوله لأنه هو هذا السبب، لأنه الشعب العراقي يعاني من 12 سنة بقضية المحاصصات الطائفية، وليس هناك بالمستقبل القريب أي إفراج عنها. يعني القضية أنه يعني أجى العبادي في البدايات بشكل جيد جدا وتصريحات كبيرة ومستقبل سنقضي على الفساد وسنقضي على الفضائيين وسنقضي على كذا ونرفض كذا ونرفض، لم يحدث شيء. العبادي لا يزال، أنا أعتقد لا يزال نعطي فرصة أكبر أكثر شوية. بس اليوم بدأ التراجع مرة ثانية. حصلت هناك تغييرات في الداخلية والدفاع، هل هي كافية؟ نحن نريد انقلاب في العراق، انقلاب ليس عسكري، انقلاب في الفكر، انقلاب في النظرة، انقلاب في التوجه الحكومي. هل تعتقد أن ذلك سيحصل في ظل المحاصصة الطائفية؟ أكيد لا، أكيد لا، ولذلك القلب المشكلة هو المحاصصة الطائفية والأثنية والمذهبية والانتماءات الحزبية اللي تجر وراها الفساد وتجر وراها الفضائيين وتجر وراها العلاقات مع الجوار. احنا أيضا لا نتكلم عن العراق، ما نقدر ننسى الإشكال الجانب الدول الجوار. يعني دول الجوار تلعب ما تشاء في العراق، يعني إن كان إيران، إن كان تركيا، إن كان السعودية وقطر. أنا لا أنفي، لا أبعد أحد من مأساة العراقيين. الكل لهم دور، والكل دورهم مدمر للعراق. فهذا أيضا إشكال آخر، نريد إحنا سحب هذه الأيادي من السيطرة على العراق حتى يستطيع العراقيين يتنفسون ويحلون مشاكلهم بأيديهم. لا مع جانب إيراني ولا مع جانب سعودي ولا جانب مع تركيا. تركيا اليوم يدخل آلاف الإرهابيين عن طريق تركيا، وتركيا المتفرجة في تصريحات قبل يوم عن رئيس المخابرات الأمريكية يقول تركيا لا تعتبر داعش خطرا جادا، ولذلك هي لا تأخذ الاحترازات الأساسية لمنع الإرهابيين من التسلسل. تركيا لا تعتبر داعش خطرا عليها، ليش؟ لأنه هي مسويتها. يعني من جاء من دخل داعش في البداية في سوريا عن طريق النصرة ومنصرة.
السعودية the same thing. السعودية يقومون ويقيمون في ألف مؤتمر وسنقضي على الإرهاب، هم في نفس الوقت يمدون بالملايين الأسلحة للهذه، وإيران في نفس الوقت إيران ستحرر وستوقف وستنهي في نفس الوقت مصالحها في العراق لما تمس دخل عشرة من داعش. الوضع سيء في العراق، الوضع سيء، بس الحل موجود ومطروح، والحل على التيبل، الحل موجود إذا حكومتنا أخذت بهذه الحلول، وهي حلول غير صعبة ومدعومة من العالم، كل العالم يريد حلول للعراق. يعني بغض النظر عن مصالحهم، يعني إحنا نتكلم عن التدخل الأمريكي، يعني أمريكا أيضا واقع في نفس المأزق اللي نتكلم عليه، قضية إعدام الثقة. السبب اللي تردد الأمريكي في الدخول ضد داعش ليس هو الطلب العراقي، هذا خلي أعرف، لأنه في جرة قلم ترغمهم على الدخول. نعم. يقولون مريض، بس السبب هو حتى لا تحسب أمريكا أنه تدخل دفاعا عن الشيعة ضد السنة. إذا تأتي وتقضي على داعش من سيستفيد؟ الجانب الشيعي. فهي هاي معادلة معقدة وصعبة، والعالم كله. لكن السؤال أستاذ نبيل، هل يتحمل سنة العراق ما يفعله داعش؟ هل السنة هم الملامون في هذا الموضوع؟ أكيد لا، أكيد نو. السنة مضطهدين ويدفعون الثمن مثل ما يدفع الشعب العراقي كله. السنة ليس لهم حال فيها. يعني كنت أقرأ تقرير على الوضع الاقتصادي في الموصل، الوضع الناس يموتون من الجوع، ليس هناك أكل، ليس هناك بنزين، ليس هناك أي شيء، يعني دولة أين الاستفادة؟ الإشكال اللي يتحمل السنة ليس السنة لناس العاديين، يتحمل الأحزاب السياسية السنية، يتحمل فلول البعث والنقشبية والنقشبندية إلى آخره. هؤلاء الناس اللي يتصورون أنه الوسيلة تبرر الغاية. نعم. أو الغاية تبرر الوسيلة. أي. نعم. لما دخل داعش كانوا هم من المؤيدين الأساسيين، فلول البعث والضباط البعث أيدوا دخول داعش في البداية، والأسلحة اللي غنمتها داعش من الجيش العراقي قادوها البعثيين السابقين. نحن نتكلم على هؤلاء الناس، نحن نتكلم على المؤسسات الإسلامية. نعم. لكن أستاذ نبيل، هناك من يقول أن بعض الميليشيات لديها تداخل ما بين المعركة ضد داعش وما بين السنة، لذلك حصلت هذه الخروقات أو الانتقامات الطائفية، كيف تعلق في الجانب السني قصدك؟ في الجوانب مثل ما حصل في سامراء وما حصل في ديالة، نفس القضية. يعني هناك عشائر وقبائل، هاي العشيرة قتل أبنائها فثارت حميتها وصارت تدافع عن أبنائها الذين قتلوا من قبل داعش. ما هي هاي ما راح تحل المشكلة. يعني احنا هذا النظام العشائري أيضا هذا المخلفات ما جرى من وقت صدام وندفع ثمنه اليوم. قضية الـ احنا جت في فترة بالعراق ما كان اكو الأحزاب الحكومة العشائرية مثل ما موجودة اليوم. اليوم تحكمنا عشائر ولا يحكمنا دولة مدنية، وهذا بناء العشائر بدأ من زمن صدام في البداية وراء الحرب مع إيران واستمر اليوم. يعني كيف إحنا نحكم دولة مدنية في بدين أو بعشيرة؟ يعني شغل، يعني للأسف العراق حلول مطروحة ولكن الغير مأخوذ بها. الحلول موجودة ولكن لا أحد، لأنه إذا تأخذين بالحلول المطروحة راح يصير تنازل عن المصالح وتنازل عن المغانم، فلا أحد يريد أن يذهب بهذا الطريق. لا أحد يريد تنازل عن الأحزاب والمكاسب الحزبية والقومية والطائفية وإلى آخره. طيب أستاذ نبيل، بعد الحوادث التي حصلت في بغداد من قبل الميليشيات، كانت هناك تصريحات من قبل الحكومة بسحب السلاح أو جمع السلاح وحل الميليشيات، هل تعتقد أن هذا مجرد تصريحات أم ستترجم إلى أفعال؟ يا سيدتي العزيزة، هذا حل غير واقعي. العراق مدجج بالأسلحة. في كل مكان في أسلحة. أنا أجرد المواطنين من أسلحتهم، أنا أعطي مسدس وعندي رشاشة بالبيت. الشغلة الثانية، أين الأمن؟ يعني إحنا لما نطالب
الناس تعطي أسلحتها وتخلى المناطق مثل الكرادة الشرقية والعظمية وإلى آخره، طولب إنه ذولا يعني يسلمون أسلحتهم، أين الأمن حتى أسلم سلاحي أنا؟ من يحميني؟ ليس هناك حامي لبيتي ولمنطقتي حتى أعطي سلاحي. فهذه تصريحات لترضيات ولا لن تصل إلى أي نتيجة، ولا سيقومون بحل الميليشيات. الميليشيات حالة لواقع سيء، الميليشيات السنية والشيعية حالة لواقع سيء فرضته المحاصصة الطائفية في العراق. لن ننهي، احنا كلامك تراجعي، احنا نريد ان نحل النتيجة بدون ان نحل السبب. هاي كلها نتائج الميليشيات والوضع في العراق وحتى داعش، هي نتائج لوضع سيء في المنطقة وفي العراق، لوضع سيء لتدخلات دول الجوار وما يجري بين المحاصصات الطائفية الموجودة في الحكومة الواحدة. هاي نتائج، احنا لا نستطيع حل المشكلة بإنهاء الميليشيات. احنا نريد ان نحل المشكلة اللي هي تنهي بحلها تنهي وجود الميليشيات في الشارع العراقي. لكن على ضوء هذه التصريحات التي أدلت بها الحكومة، قام السيد مقتدى الصدر بتجميد سرايا السلام وهي ميليشيا تابعة له، وهناك جدل داخل التيار الشيعي إذا صح التعبير حول هذه الميليشيات، لماذا برأيك؟ ما هي هاي أجين يعني شغلة هي نتائج يعني لتبييض الوجه لتبييض الوجه، لأنه المرجع السيستاني صرح تصريحات كثيرة بإدانة الجرائم اللي تحدث من قبل الحشد الشعبي والعصابات الموجودة داخل، نسميه عصابات لأنه أعتقد الحشد الشعبي كانوا في ناس مخلصين بالدفاع عن مذاهبهم وقوميتهم وعرقهم ومناطقهم وعن أرضهم، بس في أيضا دخلوا ميليشيات إجرامية للاستفادة من الوضع، وأعتقد هي ذول الميليشيات من قبل التابعة كانت للتيار الصدري بالسابق وميليشيات أخرى، هي هذول الإشكالات. بس هي هذا مو الحل، يعني الحل ليس في الميليشيات ولا في حل الميليشيات. احنا قدمنا الحل، الحل موجود هو بإخضاع الميليشيات والحرس الوطني إلى الدولة العراقية. إذا هذا حدث تنحل هاي المشكلة، بس هو واقع فرض علينا وواقع موجود لا يحل بدون حل الأزمة الأساسية. طيب هذا الحل أو هذا البديل عن الحشد الشعبي أو الحرس الوطني، هل سيتم تحرير الموصل وصلاح الدين والأنبار من تنظيم داعش الإرهابي بهذا الحل؟ التحرير كلمة كبيرة، ممكن كسب عسكري، ممكن أنه يصير إذا تسلح الجيش العراقي بشكل أفضل، الحشد الشعبي وتدخلات الجوار إلى آخره والعالم، ممكن يصير حل عسكري لداعش، ممكن دفع داعش خارج الموصل، ممكن عسكريا. بس هل هو هذا الوضع اللي حينتهي؟ لن ينتهي الوضع في العراق بدون حل للإشكالات الكبيرة اللي يعانيها العراق. العراق اليوم دا يواجه شغلتين أساسية، الإرهاب وقضية المالية. اليوم النفط نزل بشكل كبير، أثر بشكل أساسي ورئيسي على ما يجري بالعراق. اليوم الحكومة العراقية تعاني من طرفين يعني، فهي كلها تذهب يد بيد، الوضع الاقتصادي والإرهاب بس كلها لا تحل إلا بحل المنبع الأساسي. يعني احنا اليوم نعاني اقتصاديا بسبب ريعية النفط العراقي، بسبب الاعتماد على جانب ريعي واحد النفط. دولة مثل العراق ممكن احنا لا ننظر على النفط، ممكن نبنيها بأي شغلة، واحدة من الشغلات الآثار اللي دمرت. لو تبيعين بطاقة بعشر فلوس كانت كنا نصير مليونيرية، حتى نجيب العالم كله، يأتوا آلاف الناس للمشاركة مع داعش والصناعة وما إلى ذلك. يعني قصدي حتى السياحة ممكن تعيشنا بدون يعني، بس هذه الإشكالات موجودة ولا تحل مثل ما قلنا بدون حل الإشكال الأساسي الأول، وهي الدولة المحاصصاتية. إذا هاي ما انتهت لن يكون مستقبل للعراق. لكن هناك أستاذ نبيل من يقول أن عملية دمج الحشد الشعبي والحرس الوطني عملية خاطئة، وهي مجربة في عام 2004 عندما دمجوا الميليشيات، حصلت هناك خروقات كثيرة بهذه عملية الدمج. طيب كيف ترى المشهد الآن؟
اولا ب 2004 لم يجري دمج الصحوات في الجيش العراقي. مثل ما قلنا في البدايه المالكي رفض وحاربها وماطل الى ان حلت الصحوات. لو كان الصحوات تابعه للجيش العراقي في 2004 و2006 كان الامور تختلف اليوم. الاشكال ليس في نحن نطالب أنه هذه المؤسسات تكون تحت رعاية الدولة العراقية. إشكالات تصير 100%. أكو الحشد الشعبي متطوعين، قسم منهم أتوا من أجل المال. نعم. لأنه أنت لما تتطوع في الحشد الشعبي لك راتب. كثير منهم أجوا من أجل المال، كثير منهم أجوا من أجل المبدأ إنه شعبنا ودولنا وأرضنا مهددة، والكثير منهم كانوا في الميليشيات اللي هم يتصيدون وينتظرون فرص مثل هذه. فأكو مثل ما يقولون بالعراق الملوم من هذه المجاميع. تصفيتهم وتنقية الحشد الشعبي من هؤلاء الناس المجرمين والمتصيدين ودعمهم ووضعهم تحت يعني على الحكومة العراقية وبتسليحهم. واليوم الحشد الشعبي غير مدرب. يعني احنا نضحك على نفسنا، ياخذ جندي ياخذ 10 ويقول لهم ارفعوا واكبس. الحشد غير يعني هذا يحتاج لوقت طويل وسنوات. والحرس الوطني أيضا تدريبه وتسليحه وجعله مؤسسة عسكرية لها إمكانية لإيقاف إرهاب، لإيقاف إشكالات في العراق يرات سنوات. اليوم نتكلم نحن على لا شيء. اليوم نحن لدينا داعش، وداعش لا يمكن الخلاص منها بالقوات بالإمكانيات الموجودة في العراق. ما عدا البيشمركة الإمكانيات العراقية الأخرى ضعيفة جدا، تبنى وتطور وهناك تدريب واسع كثير من العالم، بس يرات سنوات كثيرة. الإشكال ليس في التسليح. أنا ممكن أن أخلق جندي وأسلحه ودربه ويكون أحسن جندي. الإشكال في من هذا الجندي، لمن هذا الجندي يتبع. ما هي، هل هو إنسان عراقي، هل هو إنسان شيعي، هل هو إنسان سني، هل هو إنسان مسيحي؟ ما هو هذا الجندي اللي أني أدربه وأخليه وأسوي الموصل كانت فرقتين في الموصل كان عندها آلاف ملايين الأسلحة، من أحسن الأسلحة الأمريكية موجودة. الجندي لم يكن هناك. فهي الإشكال ليس في الحشد الشعبي أو الحرس الوطني، الإشكال هو في أين 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 انتمائك يا جندي يا عراقي؟ هل هو انتماء وطني؟ هل هو انتماء للدفاع؟ للدفاع عن الوطن ضد الإرهاب، ضد الخارج، أو هو دفاع عن أحزابك وملتك وإلى آخره وطائفتك؟ إذا استمرينا بهذا الطريق يرادنا وقت طويل طويل جدا لحل مشاكل العراق. إذا مشينا بقضية فرض المواطنة وحل الإشكالات الموجودة الطائفية والنظرة إلى بناء وطن مدني ديمقراطي يتعامل مع الإنسان كإنسان، يتعامل مع المواطن كمواطن، ممكن الحلول كثيرة، بس احنا مدى نشوفها يعني. نعم. طيب أستاذ نبيل، أنت قلت نحتاج إلى وقت طويل لتكوين الحرس الوطني أو الجيش العراقي، يحتاج وقت طويل لتأسيسه أو إعادته. طيب كيف ستحل الأمور الآن في حال أنه يحتاج إلى سنوات لإعادة الجيش العراقي؟ ما هي هاي، لذلك الاعتماد على الخارج، العالم الخارجي. لذلك دائما الحكومة العراقية والمحافظات العراقية تطالب بالقصف الأمريكي والقصف. هناك 40 دولة اليوم مشتركة في الدفاع عن العراق ومحاربة الإرهاب. اليوم الصراع جوي فقط بالضرب، بس أنا أعتقد إذا ساءت الأمور راح يكون أكثر وأكثر. ممكن يكونون أكثر خبراء في العراق، ممكن حتى جيش خارجي يدخل، وإحنا ما نريد هاي طبعا، ما نريد نوصل إلى الأمور بحيث أنه يدخل جيش أمريكي أو جيش بريطاني أو جيوش أخرى. بس الأمور إذا استمرت بالوضع اللي تمشي به ممكن حتى دخول الجيوش الأجنبية. بس لا يزال اليوم أنه اعتمادنا على 40 دولة
شوفي سيدتي العزيزة، القضية ليست صعبة، يعني انظري على ما جرى في الأردن. نعم. الأردن كانت من داعمي الإرهاب، كان نص الإرهابيين يدخلون عن طريق الأردن في السابق واليوم، وكان الزرقاوي لما قتل في العراق صارت له أكبر جنازة في الزرقاء في لا. كانوا الإرهابيين يقتلون في العراق بتفجير نفسهم، وقتل آلاف العراقيين يذهبوا للأردن كأبطال وقراهم. حالة واحدة صارت لما حرق الطيار لما حرق هذا الطيار، ثارت النعرة الأردنية، ثارت الإنسانية الأردنية. نعم. فالأردن هجمة كبيرة على داعش، وقبل يوم يومين كان تصريح للملك الأردن يتكلم بنفس وطني، بنفس إنه إحنا لازم ننهي الإرهاب إلى آخره. حالة صغيرة، الحل ليس بعيدا. أنا لما أقول الحل يستغرق سنوات، صح، وسنوات وسنوات على هذه الحالة. إذا استمرينا بهذا الشكل ما لح تنحل الأمور، ولن تحل في سنوات حتى، بس احنا نطمح انه التغيير يصير بالقمة، التغيير يصير مع الناس، مع الأحزاب الحاكمة، مع التخلص من هاي الأفكار السيئة اللي تحملها الحكومة العراقية اليوم. يعني ورا مقتل هذا الشيخ في بغداد انسحب الجانب السني كله من الحكومة العراقية. يعني هذا ما مطلوب، هذا المفروض يصير. احنا في حالة حرب، في حالة إرهاب، يعني دفاع عن الإرهاب، ما ممكن هذا. وفي نفس الوقت الإشكالات مع الأكراد ومع هذول، لا تزال الحكومة. العبادي، حيدر العبادي هو رئيس الوزراء، بس لما يجلس في اجتماع لحزبه هو نائب رئيس الحزب اللي هو المالكي، والمالكي ينظر عليه بنظرة من أنت يعني. واليوم المالكي والآخرين، مو بس المالكي يعني قصدا، بس السياسيين القدماء ينظرون على العبادي أنه لن يحل المشكلة لأنه ضعيف ولا يدافع عن المذهب. يعني فالعبادي صحيح يحاول، باكران ماله يختلف. احنا في مرة من مراتنا كنت في احدى المقابلات تحدثنا قبل الانتخابات على قضية إذا هم نفس الحزب شنو التغيير اللي حيصير. فأنا قلت في وقتها أنه الشخصيات، العراق الشخص ممكن يغير، يعني هو مو حزب، ما عندنا احنا احزاب ديمقراطي وجمهوري هنا حتى تحكم. هناك اشخاص، يعني يجي الشخص ويغير كل الملفات. فالعبادي بالرغم انه من حزب الدعوه ونائب المالكي ممكن يغير ملفات، وهذا اللي يصير الى حد محدود، بس احنا نريد الاكثر. يعني ما يقوم به العبادي ليس كافيا، من الممكن ان نعطيه وقت اكثر، بس مو بهالشكل هذا البطيء. العراق يحتاج إلى انقلاب أساسي كبير في النظرة والفكر والتوجه والعلاقات العبادي عنده 6-7 نقاط في مداخلته في الانتخابات، واحدة منها القضاء على الإرهاب، الاقتصاد، دعم الاقتصاد العراقي، التخلص من الفساد، الفتاح على الدول الجوار، اعتماد إنهاء الريعية، وما أدري شنو قضايا في موجود برنامج حكومي. نعم. البرنامج الحكومي طرح العبادي لما اجى وكان كلش متحمس في تقديمه. اليوم البرنامج الحكومي بسبب الإرهاب الى حد ما تعثر، بس هذا لا ينطي الأعذار بعدم تنفيذ هذا البرنامج الحكومي. لكنه كما يقال انه استلم الحكومة من السيد المالكي وهي حطام، اذا أكيد صح التعبير. اكيد لا يحسب العبادي اخذ، طبعا هي صارت بضغوطات، يعني هو كان صفقة دولية وجود العبادي، يعني الاستحقاق الانتخابي كان للمالكي. بس صفقة دولية لأن العالم ما مستعد تتحمل أنذر 4 سنين من المالكي. يعني المالكي انتهى سياسيا، يعني لأنه دمر العراق. يعني بس احنا في، يعني هي عجائب تصير بالعراق. يعني دولة مثل العراق الفاشلين فيها اللي كانوا يقودون حكومة لثمان سنوات واللي أعطوا الموصل على صحن من ذهب للداعش، اليوم يقودون العراق مرة ثانية بأسماء نائب رئيس الجمهورية نجيفي والمالكي والعلاوي اللي دمروا العراق، اللي كانوا مؤسسين. يعني احنا دفعنا ثمن مشاكلهم وخلافاتهم، اليوم ثلاثتهم في نواب رئيس الجمهورية. هاي لا تحدث في مكان آخر، لا تحدث في أي مكان آخر بالعالم إلا بالعراق.
عراقنا الحبيب. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نبيل رومايا رئيس اتحاد الديمقراطي العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا للاستضافة. شكرا لك. وفي الختام مشاهدينا أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.